لا يزال التعافي العالمي مستمرا في وقت تشهد فيه الجائحة موجات جديدة بفعل المتحورات الفيروسية، وبذلك يتأثر الاقتصاد بشكل أساسي في مختلف دول العالم بهذه الجائحة التي خفضت نسبة النمو المتوقع. طبعا هذا وفق تقرير آفاق الاقتصادي العالمي. التقرير الدوري الذي يصدر عن صندوق النقد سبق وأن توقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5.9% خلال العام 2021، ولكنه عاد وخفض هذه التوقعات لحدود 4.9% للعام المقبل، موضحا أن الاقتصاد العالمي وإن كان قد أحرز نوعا من التعافي والنمو خلال العام الحالي، فإن الكثير من المتغيرات والعوامل الجديدة ستلعب دورا في صياغته أو صياغة شكل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. بحسب مراجعات البنك الدولي، فإن حالات الاقتصاد المتأثرة بتداعيات الوباء طيلة العام 2021 نتج عنها اختلالات وعدم مساواة على مختلف الأصعدة، أبرزها عدم التكافؤ في الحصول على اللقاحات، فإن نحو 7% من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل يتلقون جرعة من اللقاحات مقارنة بأكثر من 75% في البلدان ذات الدخل المرتفع. أيضا جهوزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف مراحل الجائحة بما فيها التلقيح، حيث أن نصف الدول لا تمتلك خطط واضحة لإقناع مواطنيها باللقاحات، ما يعني استمرار ضرر الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، ضرر التجارة وتعطل سلاسل التوريد أثر على مستوى الفقر والجوع، حيث أن انتعاش التجارة يزيد صادرات الدول متوسطة الدخل، وهو ما ينعكس إيجابا على انخفاض نسب الفقر. ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات أثر على مختلف أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ما يفوق أو يفاقم من أزمة انعدام الأمن الغذائي. يضاف إلى ذلك أزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة وانعكاسها على حياة المواطنين، حيث يقدر البنك الدولي أن تدفع أزمات المناخ بنحو 132 مليون شخص لدائرة المجاعة. ومع ذلك يرى خبراء البنك الدولي أن هذه الأرقام والحقائق لا تعني أن المشهد متشائم، بل على العكس، يؤكد البنك أن الاقتصاد العالمي شهد مؤخرا انتعاشا ملحوظا وبداية في استقرار الأسعار المدفوع في تصريحات الإمدادات النفطية والمحروقات، وهو ما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد خططا إضافية للتعافي، أو أيضا تكون البيئة جزء أساسي فيها. وبالحديث عن التعافي والانتعاش، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري بالتحديد سينمو بشكل ملحوظ ومستقر خلال عام 2022. وأوضح التقرير أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيكون ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022 بقيمة 438.3 مليار دولار، مقارنة بحصوله على المركز الثالث في عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار. حقق الاقتصاد المصري في عام 2021 نمواً وفقاً للتقارير المحلية والدولية، رغم ارتفاع نسبة التضخم الذي عانت منه أيضاً اقتصادات عالمية، لكن أداء البورصة لم يكن على نفس المستوى. احنا في أزمة التضخم بقالنا فترة بالفعل. المشكلة الحقيقية النهاردة هو أنه 2022 هتشهد رفع لأسعار الفائدة في كل البنوك المركزية الرئيسية على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هنا الاقتصاد المصري محليا احنا بنتأثر بأي رفع للفايدة في أمريكا. احنا هنا في مصر لم نشهد تضخم جامح، لكن المشكلة الحقيقية في سعر الفائدة، لأنه رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية هيستلزمه رفع سعر الفائدة كمان في مصر. ساعدت الحكومة المصرية البورصة في عام 2021 عبر حزمة من القرارات التحفيزية، من بينها خفض الرسوم وطرح المزيد من الشركات الحكومية. شركة العاصمة هيبقى يعني لو خلال السنتين الجايين دول بفضل الله سبحانه وتعالى، التصور اللي احنا عاملينه انها تدخل تقدم في البورصة، انا بقول هيكون اصولها تتعدى 3-4 تريليون جنيه ان شاء الله. خلي بالكم الكلام ده ينطبق على العالمين وينطبق على مناطق اخرى او مدن اخرى احنا شغالين فيها بالفكره دي. رغم مساعدات الحكومه، يرى خبراء ان من الضروري اعداد البورصه بشكل مناسب عن طريق تقويه راس مالها قبل اي طروحات كبيره لجذب المستثمرين والمؤسسات الماليه.
طبعا كل ما بيكون رأس المال السوقي منخفض بيبقى معناه القدرة على استيعاب الطروحات الكبيرة بتبقى محدودة للغاية، لأن رأس المال السوقي المتعلق بالبورصة في الفترة الحالية اللي هو أقل من 1 تريليون جنيه ما يستحملش طروحات كبيرة تتخطى التريليونات. إزاي أعمل طرح بتريليونات ورأس المال السوقي للبورصة لا يتعدى 744 مليار جنيه؟ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في الربع الأول من عام 2021 9.8%، إلى أن عودة طفرات ومتحورات وباء كورونا ونقص سلاسل الإمداد والتوريد أديا إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفع التضخم. مع ذلك لا تزال السوق المصرية حسب خبراء محليين ودوليين توفر فرصا جيدة للمستثمرين. حققت البورصة المصرية مكاسب قوية في عام 2021 على صعيد رأس مالها السوقي الذي تجاوز 6 مليارات دولار، ومكاسب متباينة لمؤشراتها بدعم من ارتفاع معدل الاقتصاد المصري، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم الذي كان سمة عالمية هذا العام. مي عدلي، الحرة، القاهرة. الحديث أكثر ينضم إلينا الآن المحلل الاقتصادي الأستاذ عمرو عبدو. صباح الخير عليك أستاذ عمرو. يعني كانت هناك الكثير من الأحداث المحورية ربما التي شهدها هذا العام، فكيف كان حال الانفراج المرتقبة بعد عام 2020 الذي أوقف عجلة الاقتصاد العالمي في رأيك الشخصي؟ نعم، كما تفضلت، 2020 كانت سنة صعبة جدا على الاقتصاد العالمي ككل. الاقتصاد عجلة الاقتصاد تقريبا توقفت تماما، خسر كثير جدا من الناس وظائفهم، فكانت صعبة. 2021 بدت جيدة بعض الشيء، ولكن جاء متحور دلتا أيضا في النصف الأول على الأقل، وأعاد المخاوف مرة أخرى أنه 2021 سوف تكون مثل 2020. ولكن كان هناك في ثقة كبيرة خاصة بعد أن أثبتت كثير جدا من اللقاحات جودتها من ناحية، من ناحية أخرى أيضا إنه الحكومات يعني تعلمت في على مدى السنة ونص الماضية، وتعلمت أيضا من الأزمات الماضية كيف على الأقل تساعد الاقتصاد أن يطفو في مراحل الأزمات. عملت خطط تيسيرية كثير جدا ساعدت العوائل بشكل مباشر، وهذا ما ساعد الاقتصاد في 2021 أن ينمو بشكل جيد حول العالم. طيب، يعني لابد أن نتحدث عن أرقام التضخم التي يعني على الرغم من النمو الاقتصادي إلا أنه يعني ارتفعت بصورة كبيرة في معظم الدول خاصة ذات الاقتصادات العظمى. إذن يعني السؤال، هل من حلول لحل هذا التضخم؟ رد سؤال ممتاز جدا وملاحظة مهمة فعلا، لأنه التضخم في 2021 كان مفاجأة، والسبب أنه كان مفاجأة أنه الطلب على البضائع والخدمات كان يعني استعاد عافيته بشكل أسرع مما كان متوقع. وأيضا السبب الرئيسي هو أنه اللقاحات على الأقل في الاقتصادات المتقدمة كانت لديها تغطية واسعة، يعني فوق 70% وبعض الدول أكثر من ذلك. فالتضخم هو سببه شقين، الشق الأول هو الطلب الكبير وهذا ذكرناه الآن، والشق الآخر هو أنه مدخلات الإنتاج بشكل عام ارتفعت بشكل كبير. يعني مثلا إذا أخذنا القطاع الزراعي أحد المدخلات هي الأسمدة، هي مشتقات من إما من التعدين أو من الفوسفات أو من اليوريا اللي هي من الغاز الطبيعي. الغاز ارتفع بشكل كبير جدا في أوروبا في آسيا، التعدين أيضا التكلفة ارتفعت بشكل كبير. مثلا عندنا الذرة الشامية ارتفعت بحوالي 40%، ده مدخل رئيسي جدا في الأعلاف للحيوانات، فبالتالي أسعار الأغذية ارتفعت من جهة، الطاقة ارتفعت، النفط ارتفع بحوالي 60% هذا العام. فكل هذه المدخلات من ناحية رفعت الأسعار بشكل كبير جدا، وأيضا لدينا سلسلة الإمدادات كان فيها بعض التعطيل. هذه نقطة مهمة جدا أيضا دعنا نفصل فيها. يعني أحد أبرز الأحداث هذا العام كان تأثير أزمة كورونا على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن بصورة وصفت بالجنونية، وصلت إلى أكثر من 30%، وأصبحت بالتالي هذه أزمة يعني قائمة بحد ذاتها. هل لا تزال الصورة قاتمة حتى الآن؟ أنا أعتقد أنه هي لسه قاتمة، والسبب يقول هذا الشق الثاني من التضخم، أنه الطلب كبير والمعروض من المنتجات قليل جدا.
ربما ليس لأنه ليس هو متوفر، ولكن ليس متوفر في المكان الذي يوجد فيه الطلب الكبير لهذه المنتجات. إذا أخذنا مثلا الكونتينر الحاوية 40 قدم من الصين لمواني غرب الولايات المتحدة كاليفورنيا مثلا، نجد أنه قبل الجائحة الكونتينر 40 قدم وكانت تكلفة حوالي 2000 ل 3000 دولار مثلا، اليوم وصلت إلى 15,000 دولار، ففرق كبير جدا. وهذه التكلفة غير أنه في تعطيل كبير جدا، يعني هناك يقدر في حوالي 80 مليار دولار من البضائع الآن هي تطفو في سفن شحن منتظرة أن تفرغ في الولايات المتحدة لتلبية الطلب الكبير نتيجة التعافي. فبالتالي سلسلة الإمدادات بطيئة جدا، وهي الآن تمثل عنق الزجاجة، لأن ربما أن يحصل بعض الانفراجة في الربع الأول من 2022، وهذا أيضا سوف يعني يخفض التضخم بعض الشيء، ولكن أعتقد أنه سوف نشهد تضخم مرتفعا لأنه الطلب أكبر، وسلسلة الإمدادات لا أعتقد أنها سوف تحل بشكل سريع في الوقت الحالي، خاصة لو متحورات زي أوميكرون وغيره تسببت في إغلاقات مرة أخرى. يعني بالحديث عن سلسلة الإمدادات، يعني هل ممكن أن تشكل أزمة؟ أنا أعتقد أنه يعني يمكن أن تشكل أزمة كبيرة جدا، خاصة وأنه يعني سلسلة الإمدادات هي تمثل عنق الزجاجة بالنسبة لي التوصيل المنتجات من مكان الإنتاج إلى مكان الطلب الكبير. في الولايات المتحدة مثلا كان في زي استبيان، ووجدوا أنه حوالي 70% من يريدون أن يشتروا هدايا الكريسماس مثلا وجدوا صعوبة في الحصول على ما كانوا يبحثون عنه. 90% من المقاولين الإنشاءات يجدوا صعوبة في الحصول على بعض المكونات التي يريدونها. فبالتالي الأخشاب مثلا أيضا، يعني ارتفاع أسعار الأخشاب ب 73%، السبب الرئيسي هو أيضا سلاسل الإمداد وليس عدم وجود أخشاب متوفرة للمقاولين للإنشاءات في الولايات المتحدة. فبالتالي سلسلة الإمدادات يمكن أن تسبب أزمة إذا ما تأثرت سلبا بالمتحورات مثل أوميكرون. طيب أستاذ عمرو، ماذا عن أسواق النفط؟ كيف يمكن وصفها خلال 2021، وما أبرز التأثيرات عليها في رأيك الشخصي؟ نعم، أسواق النفط أيضا النفط ارتفع بشكل يعني حتى فاجئ الجميع لسببين. السبب الأول كما ذكرنا هنا الطلب رجع بسرعة، يعني مثلا إذا أخذنا قطاع التنقل أو النقل بكل أنواعه، يعني الطيران الساحنات وغيره، هي تستهلك حوالي 70% من إنتاج النفط اليومي. الحركة رجعت بسرعة جدا لدرجة أنه الترافيك حركة المرور مثلا في بعض البلاد إذا أخذنا دبي مثلا رجعت بالضبط إلى ما قبل الجائحة وأكثر قليلا. فقطاع النفط والطلب منه رجع بسرعة، وفي نفس الوقت لما حصلت الجائحة في أبريل 2020 يعني كان الطلب متدني جدا لدرجة أنه أسعار النفط وصلت للسالب. عندما وصلت إلى السالب شركات النفط بدأت في إغلاق بعد الآبار، فكان الطلب رجع بسرعة، وفي نفس الوقت المعروض من النفط هو كان قليل. وعندما تغلق بئر نفط لا يمكن أن نرجعه مثلا زي كأننا نفتح مثلا النور، يعني يأخذ وقت طويل جدا وتكلفة كثيرة جدا. فالطلب كبير والمعروض قليل، ولا أعتقد أنه يعني النفط هيستمر في نفس القوة في 2022، مما أيضا سوف يساهم في رفع التضخم. نعم سيد عمرو، يعني بشكل سريع في ضوء كل هذه الأحداث، ما هي توقعاتك لعام 2022؟ أتوقع أنه 2022 الاقتصاد العالمي سوف يستمر في النمو، الأسواق المالية سوف تنمو بشكل أسرع بكثير جدا من الاقتصاد العادي، سوف تكون سنة للسيارات الكهربائية سوف تستمر في النمو الكبير جدا، وأيضا أعتقد سنة 2022 سوف تكون سنة ما يسمى بالميتافيرس، بدأنا نسمع عنها مؤخرا في آخر شهرين أو 6 أشهر، ولكن أفتكر 2020 سوف يكون نجم التطورات الاقتصادية هو الميتافيرس وكل الشركات التي تريد أن تدخل في هذا العالم الفيرتشوال. نشكر مداخلتك معنا لهذا النهار المحلل الاقتصادي عامر عبده، شكرا جزيلا لك.